بالخير والرضا دايما هيتجدد اللقاء مع حضراتكم. الحقيقة في بين السطور احنا معنيين نتذكر ان دولتكم دولة 30 يونيو ودولة 3/7 حطت شعارين مهمين لتأسيس الدولة الجديدة، والشعارين دول كانوا بيتكلموا بشكل مباشر على الحرب على الإرهاب وأيضا الحرب على الفساد. في قصة الحرب على الإرهاب دوما كنا بنتكلم مع بعض وبنقول ان ده دور الأجهزة المعنية واللي تعهدت يوم 3/7 ويوم 26/7 قولا واحدا ان هي باجسادها وارواحها وعقولها هتكون حائل بين اي مصري ويعني مقاومه هذه الجماعات المتطرفه الارهابيه، لان بطبيعه الحال لازم تكون الدوله هي اللي بتواجه هذا الامر. وده معناه ببساطه ان المشهد اللي بنشوفه في سيناء واللي احيانا بيبقى موجود على حدودنا الغربيه واحيانا بيبقى موجود داخل بعض المدن وعلى وجه التحديد في القاهره، ده معناه ان الحرب على الارهاب زي ما الرئيس قال هي حرب طويله مكمله والدوله باجهزتها هي من يتصدى لها. لكن هيبقى مهم جدا واحنا بنتكلم في عنوان الحرب على الارهاب ان ناخد بالنا انه مع المتغيرات الاقليميه والدوليه الدنيا بتلف شويه، بمعنى لو عينينا راحت على تركيا دلوقتي تحديدا وبعد الزياره بتاعه تريزا ماي للبيت الابيض وعودتها الى تركيا، البعض تساءل هي رجعت على تركيا مباشره ليه؟ الحقيقه النهارده نقدر نقول لكم في بين السطور هي رجعت على تركيا تحديدا ليه؟ لان القرار الدولي اللي اتاخد من دونالد ترامب اولا وادارته بان جماعة الإخوان سيدرج اسمها كجماعة إرهابية، لكن كمان لازم نفتكر أنه بالأمس اللواء خيرت قال أنه إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية لا يعني كل من يحمل صفة الإخوان الإرهابية ولكن من يحمل الاسم فقط. علشان كده من داخل هذا المشهد التركي مهم ان اقول لحضراتكم ان الدولة دي تحديدا الحزب اللي فيها اسمه العدالة والتنمية، لكن الناس اللي على اراضيها بينتموا لجماعة الاخوان الارهابية هو اللي مطلوب انهم يدوبوا او يتم تحريكهم. لازم تعرفوا ان تركيا في مأزق لا يعلمه الا الله، لان اردوغان اصبح عدو مباشر، خاصة انه اعطى فرصة للارهابيين الدواعش تحديدا انهم يتواجدوا داخل المؤسسات التركية وما بين مفاصل الدولة التركية. هل لنا ان نعلم ان في 3000 عنصر داعشي ضمن المجموعات التركية اللي بتشتغل كانت ما بين الاراضي السورية والحدود الفاصلة مع تركيا؟ ال3000 دول هيتم العمل بيهم ازاي؟ وهل هيتحولوا الى خلايا مضادة لاردوغان ام لأداة في ايد اردوغان كميليشيا؟ ده عنوان مهم لازم ناخد بالنا منه. كمان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان تم استحداث نواه للفكر الداعشي داخل الجامعات التركية، وان ده عمل خلخلة في المجتمع التركي برغم المتابعة اللي بيسيطر فيها اردوغان على ادوات اعلامه، الا ان اللي هيركز شوية في المشهد هيبقى متأكد ان هذا الفكر الداعشي موجود جوه المشهد التركي بشدة وبيشتغل وبيتحرك بطريقة غريبة جدا. مهم جدا ان احنا في نفس السياق نبقى عارفين ان محاولة تغيير الدستور التركي لدستور رئاسي في ظل اردوغان وحكومة العدالة والتنمية يبقى احنا رايحين لتعزيز هذه السلطات وهذا الفكر الداعشي اللي كل المحللين بيأكدوا ان هيكون هو السبب في خلخلة الارض التركية وتحويلها لارض رخوة في الشهور القليلة جدا القادمة. أخطر ما في هذا المشهد التركي في الحرب على الإرهاب في الإقليم واللي جزء منه بيتعلق بينا بطبيعة الحال إن الرئيس أردوغان قرر تهميش الأكراد وإزاحتهم مش بس للشريط الحدودي، ده هو غير سياسته في الملف السوري بعد ما تم التلويح بعمل دولة كردية جزء منها من الأراضي التركية، وده طبعا ضد فكرته في فكرة الإمبراطورية ذات الطبيعة اللي بيسموها يعني ايه دولة الخلافة. من المشهد ده لازم نبقى واخدين بالنا واحنا في دولتنا المصرية، لو رجعتولي هنقول الدولة المصرية اللي بتحارب الارهاب دي مش ده عنوان رئيسي؟ والناس الدواعش دي
لو قدروا يهربوها علشان تنزل على جزء في افريقيا فتدخل من الحدود الليبيه او زي ما كان بيحصل وتروح سينا. علشان كده دولتكم بقواتها المسلحه بشرطتها المدنيه باجهزه المعلومات الثلاثه فيها بتشتغل على قدم وساق، وما لا يتم اعلانه اكتر بكتير من اللي بيتم اعلانه، لان هم قالوا وتعهدوا ولم يتعودوا انهم ينقصوا العهود. يعني مش هيرجع في كلمه قالها، لان دول رجاله ما ينفعش. هم قالوا احنا حائل بين موت اي مصري بيد الارهاب، احنا فداه، وده اللي حاصل. طيب في العنوان الثاني المهم جدا، الحرب على الفساد، لان ده كان العنوان الاهم والاشمل علشان دولتنا الجديده تحقق الشعارات اللي المصريين حلموا بيها بفطرتهم، رغبتهم في التغيير، استعاده شباب الدوله، الخروج من كل مظاهر الفساد والافساد. والحقيقه ان الرئيس اكد بشكل قاطع انه لا احد فوق القانون، حتى انا شخصيا، يعني حتى الرئيس. ربما البعض يكون مازال في ذاكرته الرقم الأهم، موضوع إلقاء القبض على مدير مشتريات مجلس الدولة وال150 مليون جنيه، والبعض الآخر بيتكلم بشكل أساسي على الفكرة بتاعت تجارة الأعضاء والشبكة الدولية اللي الرقابة الإدارية اتعاملت معاها. لكن أنا مهتمة إن احنا نروح للأجزاء الخطيرة اللي بدأت الرقابة الإدارية تتحرك جواها علشان تلمسنا على طول التغيير، ودي على رأسها بيأتي المستشفيات. والحكاية إن المستشفيات الحكومية بكل أقسامها المتعددة، استقبال وطوارئ، عيادات وعناية مركزة وحضانات وغرف عمليات، كل ده بقى في مرمى استهداف الرقابة الإدارية. الحقيقة كمان إن الحملة ركزت على التأكد من مدى تواجد الأطباء، مدى تواجد التمريض، كمان ده وفقا لجدول المواعيد اللي موجود، توافر الأدوية لقسم الاستقبال، صلاحية الأجهزة الطبية، التأكد من اتباع اشتراطات مكافحة العدوى، توافر الدم في المستشفيات، كل حاجة، التخدير، المستلزمات، التعقيم. الحقيقة إن الحملة بتاع الرقابة الإدارية المرة دي مرت على 12 مستشفى في القاهرة والجيزة، 52 مستشفى على مستوى المحافظات بمعدل مستشفيتين في كل محافظة. بعض المستشفيات كانت في حالة جيدة ومقبولة بحسب تقرير الهيئة، لكن البعض منها كان خارج هذه الحدود اللي مقبولة، وده معناه لو شاورنا على سبيل المثال لمستشفى بولاء الدكرور العام، واللي كانت لا فيها أمن والتكاتك كانت موجودة جوه المستشفى، البياعين الجائلين كانوا موجودين جوه المستشفى، وكان فيها نقص في الأخصائيين اللي غايبين أو بيقبضوا ولا يخجلوا من مرتب وزارة الصحة اللي بيقعدوا يتنططوا عليه، وهم مفروض يكونوا جوه المستشفيات لكن هم بيشتغلوا في المستشفيات الخاصة في نفس الوقت وعندهم عمليات في أماكن أخرى، وكان فيه طبعا نقص في الأدوية والمضادات الحيوية. كل ده كان في مستشفى بولاء الدكرور العام. الحملة كمان كشفت إن العناية المركزة كانت محتاجة بشكل أساسي لإعادة تأهيل البنية التحتية، وكان في يعني حالة مزرية في عملية النظافة والتعقيم. ده معناه ببساطة شديدة إن الحالة دي بتقول إن إحنا مقبلين على إن هذا الجهاز الرقابي هيشتغل تفصيلاً على جزئيات تابعة للوزارات، بعد لو نفتكر مع بعض ما الجهاز ده اشتغل على رأس كل وزارة، ربما مشهد وزير الزراعة هو المشهد الكبير، وكمان مشهد مكتب وزير الصحة واللي اتقبض عليه بمخالفة قد كده مالية، يبقى ده معناه ان الدولة بكل أجهزتها تحت مرآة وكشاف الرقابة الإدارية. يبقى احنا هنا انا محتاجة اقول لحضراتكم حاجة مهمة جداً، الأهم في ده إن كل إدارة من إدارات الدولة المصرية بتكون لها جهاز رقابي بتعتمد عليه، وفي دولتكم دولة 3-7 تم استدعاء جهاز الرقابة الإدارية وأعطي كامل صلاحياته وفقا للقانون والدستور، وتم إطلاق يده لأن الدولة تؤمن، ودي الجملة الخطيرة، بمبدأ التخصص، وإن كل جهاز
له الجوب ديسكريبشن بتاعه، وان مش الشطاره ابدا ان احنا ندي لجهاز يتوغل على دور جهاز اخر. تصدقوا ان البجاحه لدى البعض خلت النهارده ضباط الجهاز الرقابه الاداريه يتمكن من ضبط واحد من الاشخاص النصابين، نصب على رجال اعمال وادعى انه احد افراد اسره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل منهم 56 مليون جنيه، واوهمهم انه بيجمع تبرعات لصالح مشاريع الدوله. وبعد إلقاء القبض عليه تبين إن هو مسجل خطر وكان دائم انتحال صفة القرابة لرئيس الجمهورية. الصورة اللي قدام حضراتكم دي صورة اللواء عرفان، وزي ما قلت اللواء عرفان بجهازه الآن له كامل الصلاحية، وإن الشغل مش هيكون على الوزير ومكتبه أو على مديري القطاعات، ده الشغل بيروح لما هو أخطر. فاكرين لما قلنا ان الأزمة في الدولة المصرية ليست أزمة الرؤوس يعني مش المديرين، وإنما أزمة طبقة الموظفين اللي بيقبلوا بالفتات بتاع الترابيزة بتاع الطاولة مقابل انه هو أدمن فكرة الفساد دي، ما عادش حتى ضميره بيخليه يحط السؤال الصح عليه. علشان كده هذا الجهاز الآن يعلن التحذير، الجميع في أجهزة الدولة مش في القطاع الخاص تحت مرآة فاحصة للرقابة الإدارية بقيادة اللواء عرفان، والأول مرة الدولة المصرية بتشوف معاقبة وزراء عموم كبار عمرنا ما شفناها نهائي. اتنين، اتعودنا في السابق ان المديرين الكبار لما بيغلطوا او الوزير بيروحوا، يعني بيتم اجبارهم على تقديم الاستقالة. الجديد في دولة 3-7 انه ما بيقدمش استقالته بس، ده بيتحول للتحقيق ويتعاقب، وده هو المهم، المحاسبه. هسمع بعض الاصوات بتقول لي بس الفساد كتير قوي، هو احنا هنلحق نخلص؟ لو تمسكنا بدوله القانون هنعدي وهنصل للحد المقبول. ولازم تعرفوا فلسفه القائم على التغيير في هذا الملف، المطلوب انه ما يتم الاعلان عنه يخلي كل اللي بيشتغلوا في الفساد والإفساد ياخدوا حذرهم، لأن اللي ربنا هيستره مش مطلوب إن احنا نفضحه، ربما يكون فاسد على مستوى قليل ويقدر يعدي ويغير ويضبط سلوكه، ودي هدف مجتمعي، لأن المجتمعات ليس من الخير هدمها وإنما من الخير إصلاحها. هشوفكم بعد الفاصل، التفاصيل كتيرة في حلقتكم النهاردة، خليكم معانا في بين السطور. بالخير دايما بنرجع لحضراتكم. بالتأكيد احنا بقالنا يومين تقريبا منذ يوم انتهاء الماتش، ومصر كلها بكل برامجها بتتكلم عن الكافيهات وعن كافيه مصر الجديدة. والحقيقة ان احنا كان عندنا حلقة مهمة جدا عن نفس الشارع ونفس الكافيهات، ولأن المسألة متعلقة بقضية احنا متبنيينها في بين السطور طول الوقت، فكرة مسطرة مكارم الأخلاق واللي من غيرها مفيش أي شيء هينصلح، وبناء عليه من غير ما نرجع لفكرة الأخلاق والأخلاق بالمفهوم الديني اللي الأديان التلاتة نصت عليه، في شيء هيفضل في المجتمع معوج يعني غير قابل للإصلاح. والحقيقة بقى في فكرة الكافيهات دي تحديدا احنا قدام مشهد برغم يعني الحادث المأساوي اللي ادى فرصة كبيرة جدا ان الدولة تبص لهذا الامر بطريقة مختلفة، وربما اداها تبرير لدى الشعب لو تم اي يعني نقول ايه اي تعامل مع هذه الكافيهات، بعيدا عن الاصوات العجيبة اللي ممكن تطلع لنا تقول لنا احنا كده بنقفل باب رزق، طب احنا عندنا بطالة، طب احنا ما ادينا لهمش فرصة اخرى وهكذا. لكن يبقى الأمر قضية حقيقية، لو احنا معنيين بدولة حديثة ازاي يكون هذه الأماكن ضمن الحيز السكاني اللي واخد تصاريح بانه شقق سكنية ويتم بيع الطابق الأرضي فيه علشان يتحول لشيء تجاري؟ هل الكهرباء اللي موجودة في هذه الكافيهات تم تغييرها من الشقق اللي اتباعت لأصحاب المحال؟
طب هل مقبول عندنا في قانوننا احنا كأحياء في ثقافة المحليات اللي انا بقول لهم انتوا تحت مجهر الرقابة الإدارية، هل التراخيص دي حتى لو خرجت في صيغة فساد وإفساد، هل النهاردة المطلوب ان انا ادخل البلدوزر يهدها، ولا المطلوب ان انا اجيب التراخيص والغي ده علشان الدولة تاخد حقها في عداد الكهرباء، تاخد حقها في ان هي في الاحياء ذات الطبيعة التجارية، تاخد حقها في الاخطر وهو الامن المجتمعي، امن الشارع، امن الحي السكني؟ هل المسألة بقت ان احنا بقينا رد فعل بلدوزر يدخل يشيل وبعد يومين نتصالح مع الحي، ولا ما نتصالحش ومن تحت الترابيزة يرجع الوضع كما كان؟ انا شخصيا عندي تجربة مع نفس الشارع ومع نفس الكافيه واتكلمنا عليه وجبنا المسؤولين عن الحي وقتها، وقيل انه تم يعني تجفيف المسألة دي، بس في حقيقة الامر لا، كل شوارع الزمالك بقت مشوهة، كل شوارع مصر الجديدة بقت مشوهة، والأخطر إن إحنا بندفع ولادنا واللي معاهم شوية فلوس إن يروحوا للأعمال اللي ملهاش إنتاج. يعني أنا بس بعمل ديكور حلو وأجيب كرسيين وأقلبه كافيه، والكافيه يجيب الزباين الغضبانة اللي عندها وقت فاضي تقعد عليها. لازم نرجع للفكرة بتاعة التنسيق الحضاري، ده حي سكني من رابع المستحيلات حد ياخد فيه ترخيص. مين اللي ادى الترخيص؟ هو واللي خد الترخيص لازم يروحوا على طول. المسألة لازم تتحل بهذا الشكل. خلوني طب أطرح المسألة على الأستاذ المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة. باش مهندس بعد مساء الخير، ممكن تفهمنا شوية فلسفة ما نقلته كل الشاشات الإخبارية والبرامج من إن في بلدوزر رايح بيهد، هو أصل الحكاية إيه؟ اولا يعني تحياتي لحضرتك اماني هانم، اهلا بسيادتك. يعني انا عايز بس يعني سيادتك وضحت ولخصت القضيه بشكل مختصر ومركز جدا الحقيقه، يعني وهي قضيه اخلاق. طبعا كلمت سيادتك عن الاخلاق في البدايه، صحيح. والقضيه بتهم المجتمع بشكل عام. يعني عايز اقول لسيادتك ان ظاهره التفاهات دي جديده، يعني جديده علينا طبعاً. مش متعودين عليها كمصريين يعني. وطبعا تعزينا للحادث المأساوي الأليم اللي تم. اللي انا بس عايز اقول لسيادتك انه اولا ما فيش تراخيص بتصدر من الاحياء للكافيهات بشكل نهائي. ما فيش اي ترخيص لاي كافيه صدر من الاحياء. يعني النشاط ده غير نقطة مدرج. إيجابية. بس مين اللي غير مدرج الترخيص؟ يا فندم، انا عايز اوضح بقى لسيادتك الموضوع. هذا النشاط غير مدرج في القانون بتاع المحلات. ممكن يبقى مطعم لكن كافيه ممنوع. الناس بتتحايل عليه، ممكن يلجأ لجهات اخرى عشان يحصل على ترخيص. زي ما سيادتك تفضلت، بتبقى شقه سكنيه وبيحولها لنشاط تاني في مكان غير مسموح بفتح هذا النشاط في منطقة أساسا سكنية. ما ينفعش أن أنا أعمل نشاط تجاري في منطقة سكنية. عايز أقول لسيادتك أنه كان في مقدمات لموضوع اللودر اللي سيادتك بتتكلم عنه. أولا كان في فترات سابقة قبل. أولا أنا عايز أقول لسيادتك أن أنا حديث العهد بحي مصر الجديدة، أنا كنت في المعادي ونقلت. ربنا يوفقك، إحنا لا نحمل يعني حد. لأن لا، ما أنا بس عايز أوضح بس الفكرة بشكل اسمح لي بجملة يعني واحدة. أنا هقول جملة واحدة وهسكت. خلينا نكون متفقين، احنا في بين السطور مش برنامج معني بتصيد اخطاء. المجتمع تعرض خلال 6 سنوات وربما اكتر بكتير لدرجة عالية من الفوضى والارباك، فانا لا احمل احد. لكن انا هنا هبقى محتاجة جدا انا والدولة والمواطن وظهر الدولة دي من ناس مصر، مين اللي بيدي التراخيص؟ لان هنا هتبدأ الوصول لحل المشكلة. بص يا فندم، اولا زي ما قلت لسيادتك انه مفيش تراخيص لهذا النوع من النشاط. وكل هذه الأنشطة ليها قرارات غلق وليها محاضر فض أختام. وعايز بس أوضح لسيادتك نقطة، إنه كان القانون بتاع المحلات كان بينص على إنه طالما بنفتح بقى المشكلة، يعني كان بيقول إن العقوبة بتاعت فض الأختام 50 جنيه.
بس هذا 50 جنيه فقط. القانون ده عدل اخيرا من شهر 9 2016، وبدانا نشتغل فيه الفتره اللي فاتت، يعني من حوالي كام شهر فقط. بقى كام بقى؟ ست شهور حبس تمام. او 5000 جنيه ل 10000 جنيه تمام. اي العقوبتين يعني ممكن قاضي سيادتك لما بيفض المخالف الاختام بتاعه المحل المغلق، بنخطر الاسم، والاسم بيرسل المحضر للنيابه، النيابه بتعملها قضيه وبتوديها للمحكمه. طبعا الموضوع بياخد وقت في المحكمه عشان يعرف المخالف انه صدر عليه عقوبه بالحبس او غرامه. يعني المحكمه دي موضوع تاني. طيب دي قصه برضو من ضمن الحاجات اللي هل احنا بصدد استثمار هذه الحادثه المؤلمه علشان نعيد تنظيم الشارع بتاعنا؟ عملنا الاتي يا فندم بعد اذن سيادتك، في حصر اولا اوريدي عندنا حصر بالحالات اللي موجوده، انا بتكلم على نطاق منطقه مصر الجديده. امبارح بقى تحديدا ازلنا تعديات واشغالات امام هذه الكافيهات، امام مش الكافيه نفسه، التعديات اللي الكافيه عاملها قدامه في المسافه الحره بتاعه العماره والجزء بتاع الرصيف اللي مش طيب ملكه. انا عايز اسمع من حضرتك، احنا هنشوف ان الكافيهات دي تم الغائها، مش الكافيه ده بس، ما هو شارع النزهه مليان كل الدور الارضي فيه. احنا سيادتك طبعا يا فندم، احنا النهارده برضه عودنا نفس الموضوع ونزلنا نفس المنطقه، وسياده المحافظ المهندس عاطف عبد الحميد كان موجود سيادتي في المنطقه، وسياده اللواء تيمور نائب المحافظ، والاجهزه الامنيه كلها كانت متواجده، والسيد مامور القسم بنتابع الحالات اللي تم اغلاقها بالامس. والنهارده ضفنا عدد ثاني، وبكره ان شاء الله يبقى في عدد ثاني. طيب احنا يعني سامحني بس عشان دايما وقتي بيبقى شويه سريع، احنا بنتمنى انه يعني بقى عندنا مبرر علشان ما نسمعش الاصوات بتاع قفل الرزق والكلام اللي هو خارج الاطار ده، ان احنا نتعامل مع الظاهره بشكل حقيقي، لان احنا فتحنا الملف ده قبل كده، ويعني اعتقد الناس عندكم عارفيني وعارفين ان احنا فتحنا المشكله دي. وارجو كمان الانتباه ان في نقطه تجمع لعدد من الشباب بتبدا الساعه 12 بالليل في نفس المكان ده في شارع النزهه قدام شويه عند البنك العربي الافريقي، واعتقد ان دي ظاهره لو اتراقبت شويه الشباب دول بيبقوا في اوضاع غير طبيعيه، وده معناه ان الشارع ده محتاج تنسيق ما بين المحليات والاسم والداخليه، علشان لازم نعرف فرصه، احنا عندنا فرصه نقدم حل فعلاً حقيقي. فعلا زي ما سيادتك تفضلت، هي فعلا فرصه، وان شاء الله نغتنمها يعني ونشوف حلول لهذه المشكله بشكل نهائي ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكر حضرتك، وان شاء الله هنبقى نتابع معاك. المهندس ابراهيم صابر رئيس حي مصر الجديده. هي الظاهره كده الحقيقه ما انتهتش، ولان زمايلي غطوها بالمعنى الخبري وبمعنى مواطن مصري بيفقد حياته، لكن المساله لها ابعاد اخرى، بما ان احنا عندنا فرصه ان احنا نضبط بعض اوضاع الواجهة الحضارية للأحياء المصرية. خلوني أروح للدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع السياسي واسألها. الأسرة المصرية تعرضت لأشياء كتيرة قوي في الفترة اللي فاتت، مش بس الست سنين، أعتقد ربما حضرتك توافقيني أنه تعزيز نمط الاستهلاك خلى الأولاد بيتربوا ما بين المدرسة والنادي والشارع. في الحالة دي ايه المطلوب لو كانت المسطره بتاعه الدوله الجديده اسمها مكارم الاخلاق؟ يعني لازم الاسر تشتغل ازاي؟ هل نرجع نشتغل زي ايامنا كده انه لينا ساعه معينه بنرجع فيها البيت، وان الحكايه مش مفتوحه، ومش من حقي اروح الساعه 6 الصبح علشان اذاكر في كافيه، ومش من حقي يعني في اي وقت كده اقول لهم باي باي انا عندي مش عارفه ايه؟ يعني الاداء ده اللي حول الأسر المصرية كما لو كان التحرر على النمط الغربي، ليس إلا إن إحنا طول الوقت لازم نبقى موجودين برة المؤسسة العائلية، برة البيت. ممكن؟ أولا مساء الخير، وأنا سعيدة جدا إن أنتوا الحقيقة تلمسوا هذا الموضوع الخطير جدا جدا اللي أثر فينا كلنا، وبشكرك بشكل يعني كبير قوي على هذا البرنامج. بس انا عايزه اقول لحضرتك انه فعلا يعني الشارع المصري يحتاج الى ان يعني يتحول لان تكون في
قوانين ملزمة، مش بس نقول قانون وخلاص. يعني فعلا البلطجة أصبحت أمر موجود بأسلوب منفر. البلطجة لا تحتاج لبطاقة هوية لكنها موجودة. تمام. لما نقول أنه بعد هذه الحادثة المؤلمة جدا نقول أنه قامت إدارة الشرطة بالتنسيق مع إدارة العامة بحملة مكبرة لأسفلها عن غرق 57 مقهى، وما كنتوا فين من قبل كده؟ طيب لما نقول انه دلوقتي هيبتدوا ان هم بالبولدوزر يشيلوا ما تقوم به هذه الكافيهات قدام على الرصيف وقدام العمارات، امال انتوا كنتوا فين قبل كده؟ عايزه اقول لك انه مصر الجديده كلها اصبحت مشوهه تماما، والمعادي وكله. خليني اخرج من النقطه دي لان احنا شغالين عليها مع الجهات اللي المفروض تشتغل عليها. انا معنيه مع حضرتك من واقع التخصص كمان الأسرة. أيوة. هل في فرصة أن الأسرة المصرية تستعيد دورها؟ الأسرة المصرية اللي كانت ما يهمهاش غير أنها تأكل وتودي مدارس وسايبة الأبناء ما بين المدرسة والنادي والشارع. سيدتي الأسرة المصرية أصبحت الآن ما بين قوسين مظلومة، هي بتحاول ولكن المجتمع كله ضدها. عندك دراما في منتهى الاستخفاف بالأسرة المصرية، كلها يا اما جلسه يا اما مخدرات يا اما سكاكين وبلطجه مستمره، وهذه ليست مصر. عندك عبد موته وما شابه ذلك، عندك طبعا كثير جدا جدا من الامور التي كنا نرفضها، لكن بيقول لك اشمعنى؟ اشمعنى اصحابي بيروحوا؟ اشمعنى البلد دول بيعملوا كذا؟ اشمعنى كذا؟ ولذلك عندما اتكلم عن الاسره المصريه فالاسره المصريه لا تعيش في بعيدا عن كل العناصر الموجوده، الاسره المصريه جزء من هذا المجتمع وجزء من ثقافه هذا المجتمع. تمام جدا، بس يا دكتوره ما ينفعش ان احنا كمان نغسل ايديها، هي خلفت ولاد وهي مسؤوله. بالتاكيد بالتاكيد ان احنا محتاجين ان المراه حتى لو كانت عامله والقانون بيديها هذا الحق لابد ان تستمر مع ابنائها لغايه ما تطمن ان هم على الاقل وصلوا إلى مرحلة تستطيع فيها أن تنزل إلى العمل، وهناك قوانين كثيرة جدا تساعد المرأة على ذلك. طيب. بالتأكيد أنه مش المفروض أن الأم تترك أبنائها للشغالة ولا الدادة. مش عارفة هتتحمليني ولا لا، بس الحقيقة هي مش الأم. أنا مش بس أنا مرحلة الطفولة الأولى. أنا كنت هكمل طبعا. تفضل. بالتأكيد أنه لابد أن يكون هناك تضافر وتضامن ما بين الاباء والامهات بالضبط. ويكون هناك ايضا الثقافه المصريه الجميله الحلوه صحيح. بتاعت الاسره بالضبط. المصريه الحقيقيه. نرجع للاخلاقيات بتاعه الاسره المصريه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتوره ساميه خضر استاذ علم الاجتماع السياسي، علشان تعرفوا ان احنا بنقدر بعينينا نشوف حاجات كتير قوي تخص الاسره المصريه، واحنا مش مع ان نحمل طرف واحد ولا نحمل مرحلة عمرية. يعني الأم مسؤولة، الأم مسؤولة، بس الأب مسؤول قوي، لأن الأب هو النموذج والمثل الأعلى في الأسرة. ولو الاتنين اتفقوا إن مش الهدف إن أنا ممول لهذه الأسرة وفقط، وسألوا نفسهم عندنا وقت ولا ما نخلفش كتير، وسألوا نفسهم إحنا عايزين ندي ولادنا إيه وما نديهمش إيه، أعتقد المشهد هيتغير. ما ينفعش كل مرة نلقي بالتبعات على أطراف إلا الأطراف المسؤولة بشكل مباشر. الدولة مسؤولة عن الكافيهات، الدولة مسؤولة، بس ربما نكون نسينا إن إحنا كان عندنا يعني 6 سنين عجاف، والشارع كان ينعم بفكرة الفوضى تحت مسمى الحرية. احنا عندنا اخطاء، زي ما بنحمل جهاز الدولة اخطاء، احنا كمواطنين كنا جزء من الازمة باقبالنا على النوع ده، واحنا كأم وأب كأسرة قبلنا لو يدرعنا من ولادنا تقولك زميلتي بتذاكر الساعة 6 في الكافيه مع اصدقائي. ايه ده؟ هو احنا بقينا فين؟ هو ده المطلوب؟ هي دي الحداثة؟ ولما نشوف نتائج اللي بينزلوا يذاكروا في الكافيهات بقى، هل حد بيتابع؟ هل حد بيسأل نفسه الفلوس اللي اتصرفت على الابن والابنة دي، والكافيه اللي بتقعد فيه، والكمبيوتر اللي جالها، والمشروبات الساخنة اللي لازم تشربها بطريقة، هل جابت نتيجة ولا المسألة كانت فين؟ عشان تبقوا متأكدين ان احنا في بين السطور بنحاول جاهدين ويا رب ننجح ان احنا نشوف الصورة على بعضها.
الأمن المجتمعي دي كلمة مهمة جدا، وكلنا عنينا راحت على التجمع الخامس، وقررنا نبص على فكرة مين هو الروسي اللي تم إلقاء القبض عليه وتم إعلام السفارة الروسية إن الراجل ده راجع من سوريا وداعشي، وإن بفحص أجهزته جهاز الكمبيوتر وجهاز التليفون اكتشفنا إن هذا الرجل إرهابي وكان بيخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر. وإيه المشهد ده؟ والمشهد ده ازاي يلفت الناس اللي بتعيش حواليه وفي نفس العمارة؟ وإيه اللي كان مطلوب منهم؟ وليه بفطرتهم السليمة قدروا يعرفوا إيه المطلوب؟ الحقيقة إن المواطن المصري بفطرته السليمة في مشهد زي ده قرر إنه يعمل الدور المطلوب منه بهدوء، وما قعدش يقول أصل الدولة قصرت، أصل فلان يا ما قلنا له ما اشتغلش من زمان ليه؟ لا، ده هو قرر يبدأ بنفسه ويمارس دوره فيما يمكن أن نطلق عليه الأمن الاجتماعي. علشان كده تعالوا نسمع الأهالي بتوع المنطقة دي إزاي اتكلموا عن دورهم وإزاي لفت نظرهم هذا الأمر وقرروا أنهم يبلغوا الأجهزة المعنية. أكيد الأهالي ليها دور كبير في موضوع زي كده، لازم الأهالي تساعد الشرطة في حاجة زي كده، لأن كلنا في بلد واحدة، لازم لو في حد شك في أي حاجة بيبلغ الشرطة أو كده، والشرطة بتقوم بدورها في الموضوع ده. يعني واجب يعني على الأهالي إن هو لما يكون في حاجة زي كده إن هم يتعاونوا مع رجال الشرطة بالإبلاغ يعني عن حاجات زي كده. الناس بتخاف بجد. أه والله، يعني فرضا لو أنا إرهابي أنت هتخاف تبلغ عني، فاهم انا قصدي؟ ما تضمنش اذا كنت انا هروح ولا مش هروح، هتحاكم ولا مش هتحاكم معايا. وبعدين في حته هنا لازم يعني نتك عليها شويه، حته ان الشرطه صعب ان الشرطه ما تعرفش مكان ارهابيين، اكيد عارفه. المواطن لو لقى اي مشكله في الشارع ما بيقفش يتفرج، بينزل يتدخل. تخيل بقى لو في ارهابيين اساسا. اي واحد طبعا من شعب مصر لو شاف او شك في اي ارهابي طبعا لازم يبلغ عليه، ده واجبه. ده واجبه الوطني. موضوع الارهاب يعني موضوع صعب في البلد ومؤثر على الناس والتعامل. الشرطه فيه يعني ايمن مجهود كويس ومعامله مع المواطنين، وفي بعض المواطنين لما بتشوف حاجه بتبلغ عنها، يعني مش كل حاجه اللي هي المواطنين السلبيه، لا في حاجات بتبلغ عنها، وفي بعض حاجات الناس بتخاف تبلغ عنها، لان ساعات الناس بتيجي تبلغ على حاجه تتاخد هي في الرجلين، فدي بتبقى مشكله بتخوف الناس تبلغ عن بعض حاجات. انتم موافقين ان وعي الانسان المصري هو مكسب حقيقي من كل السنوات اللي عشناها الستة اللي فاتوا دول؟ الحقيقة ان هذا المواطن لخص الحكاية، المصريين بدأوا ينتبهوا وبيبلغوا، واحيانا بيحسوا انه ما ينفعش يبلغ لا يتاخد في الرجلين، ودي الحتة اللي لازم نشتغل عليها بيننا وبين بعضنا. عندنا تفاصيل كتير لسه، وعندي مفاجأة يا رب تبسطكوا زي ما هي بسطاني. مش بيقولوا العام ده عام المرأة المصرية؟ طيب مين المرأة اللي كانت وحدها، هي لوحدها جزء أساسي من صورة منتخب مصر في أفريقيا وفي البطولات اللي جاية؟ إيه دورها وعملت إيه؟ وإمتى سمعنا صوتها بالزغروتة المصرية؟ بعد الفاصل. بكل الرضا بنرجع لبعض، والحقيقه بوصفي امراه مصريه، والمراه المصريه ليها مكانتها في دولتنا الجديده، دوله 3/7، فلما تكون كمان المنسقه الاعلاميه للمنتخب المصري الاستاذه ايناس مظهر هي المراه الوحيده اللي في الاتوبيس اللي كله رجاله، ويعني ثقافه كلها ذكوريه يعني بالمعنى اللغوي، يعني ده معناه ان احنا قدام مشهد فارق ويستحق ان احنا نبص عليه كويس. ومش بس كده، أنا عايزة بس أقول لحضراتكم إن الأستاذة إيناس هي رئيس القسم الرياضي في الأهرام وتلي، وهي في كمان نائب رئيس تحرير الأهرام، وربما تكون كتير من الصور اللي حملتها ذاكرتكم ليها صورتها وهي نازلة من الأتوبيس، لأن الأتوبيس هي لوحدها امرأة واحدة بتنزل منه وكل اللي وراها رجالة. الصورة دي أعتقد هي الصورة اللي ذاكرتكم كلكم فاكرينها، لأنه يعني امرأة وبعديها بقى كابتن حضري وكابتن كابتن وكابتن وكابتن وكل الناس الأسماء الذكورية دي.
بس كمان انا مهتمه ان انا اقول لحضراتكم ان في زغروطه مهمه جدا، وانا بنحاز انحياز كامل للعادات والتقاليد المصريه، وما عنديش اي شعور ان لازم نبقى نكون شبه حد. الزغروطه دي كمان اللي كانت بعد الفوز في ماتش المغرب، في قصه ورا المشهد ده والصوره دي، وربما ورا الوظيفه دي. خلوني سريعا اروح للاستاذه ايناس مظهر، المنسقه الاعلاميه للمنتخب الوطني لكره القدم اللي بتنضم لنا بالصوت والصوره. يعني استاذه ايناس، خليني امسي على حضرتك واقول لك انا فرحانه بيكي قوي النهارده. مساء الخير استاذه اماني، انا كمان مبسوطه ان انا مع حضرتك، كنت اتمنى اكون مع حضرتك في الاستوديو. هيحصل في البطولات الجاية. خليني سريعا أقول لك يعني إيه المنسقة الإعلامية للمنتخب الوطني، والمصطلح ده بالنسبة لنا إحنا جديد فهتستحملينا. هي دي وظيفة يعني بالتعيين ولا بالمسابقة ولا ليها مواصفات؟ معلش كلمينا شوية عن المصطلح ده، أنت كلك جديدة في المشهد بالنسبة لنا كدور. لا هو مش جديد بصراحة، يعني المنسق الإعلامي مش جديد، وأنا شاركت قبل كده في 2009 كنت برضو المنسق الإعلامي لمنتخب مصر في كأس القارات، لكن دلوقتي يعني دلوقتي أصبح ضرورة. يعني قبل كده كان اختياري، كان ممكن الفرق يبقى معاها منسق إعلامي أو لا، لكن دلوقتي بالنسبة للاتحاد الدولي الفيفا وبالنسبة للكاف أصبح المنسق الإعلامي ضرورة، وأيضا ضرورة تواجده داخل أرض الملعب إن هو يكون من ضمن الجهاز الفني والإداري للمنتخبات المشاركة في البطولات الدولية والأندية أيضا المشاركة في البطولات العالمية، فأصبح ضرورة وبيهتموا بيه جدا، ولأن وظيفته كمان أصبحت أكتر من أي وظيفة تانية، لأن زي ما احنا عارفين الرياضة دلوقتي بقت بزنس كبير، بقى في تسويق كبير، في فلوس كتيرة بتدفع، وبالتالي الأنشطة الإعلامية داخل المباراة وأثناء المباراة وقبل المباراة وما بعدها أصبحت كتير، فمحتاجين منسق إعلامي يتولى التنسيق، هو عارف الفرقة بتاعته مع الاتحاد الدولي أو مع الاتحاد الأفريقي. طيب خليكي قوليلي كده، ايه اكتر حاجه لما نجحتي ان انت ترتبيها، سواء كان جريده او لقاء او يعني اي نشاط ضمن مسؤوليات عملك، كانت بالنسبه لك قلتي واو انجاز يا ايناس؟ بصراحة كله كان إنجاز، يعني بصراحة البطولة ديت كانت رائعة، يعني دي أكتر حاجة قدرت إن أنا أعملها. طبعا أنا أكبر إنجاز ليا كان لما شاركت كمنسقة إعلامية مع الاتحاد الدولي الفيفا، وكنت مسؤول في نيوزيلندا وفي كأس العالم للسيدات، وكنت مسؤولة عن مجموعة كاملة بكل الصحفيين اللي فيها بكل، وكنت ضمن وفد الفيفا. دي كانت أول اختبار ليا، وفعلا انبسطت لان هم ارتاحوا لشغلي، وكانت اول مره ليا، فقلت فعلا هو ده كان اكبر انجاز ليا، ويمكن ده ساعدني ان انا لما جيت اشتغل ابتديت دوليا، فلما جيت اشتغل على المستوى المحلي فانا كنت فاهمه كويس قوي المتطلبات واللوائح الدوليه الخاصه بهذا المنصب، وبالتالي الحمد لله قدرت انجح فيها. في نفس الوقت واحنا في الجابون مش عايزة أقول لحضرتك، يعني أنا فعلا كنت مبسوطة جدا لتعاون اللاعبين معايا ومدير المنتخب المهندس إيهاب لهيطة لتفهم هذا النوع، لأن قصة الإعلام الوفد المصري قدر إن هو يعمل حالة داخل الجابون، وسائل الإعلام العالمية والدولية كلها كانت بتتنافس علشان تاخد أحاديث من اللاعبين المصريين والجهاز الفني، وده كان فعلا إنجاز إن إحنا وصلنا مع آخر البطولة من بعد مباراة المغرب، بقى المؤتمرات الصحفية الخاصة بينا كاملة العدد، يعني مع بداية البطولة ما كانش الإقبال من الإعلاميين ومن الصحفيين العالميين زي ما كان من بعد ما تأهلنا لدور الثمانية، ابتدوا بقى كلهم يدركوا أهمية المنتخب المصري وإن هو فعلا عاد بقوة ومش راجع لمجرد العودة، ولكن عاد ليثبت مكانته تاني وجدارته، ويثبت لهم فعلا إن البطولة في الثلاث سنوات أو الثلاث مرات الماضية اللي ما كناش متواجدين فيها كانت بدون طعم، إحنا قعدنا المصريون أعادوا الروح مرة أخرى لك
لكأس العالم، لكأس الأمم الأفريقية، وإن شاء الله كمان لكأس العالم. خليني أسألك، يعني الزغروطة اللي طلعت منك بشكل عفوي أو تلقائي بعد الفوز على المغرب، كان وقعها إيه؟ وكمان أنا مهتمة أنك تحكي لي مين أكتر لعيب كان مطلوب يتسجل معاه، وإيه نظام التسجيل؟ هل التسجيل ده بيبقى ضمن الجزء الاقتصادي يعني بفلوس، ولا تحت مظلة بطولة معينة بيبقى مسموح أن احنا نعمل الكفرج يعني التغطية بالطريقة زي ما احنا بنشتغل؟ الاول بقى بالنسبه للزغروطه، والله طلعت طبيعيه، يعني ماتش المغرب كان ماتش يعني حساس جدا. انا بامانه ربنا كنت قاعده في المدرجات ورا على طول البنش بتاع اللعيبه، بس جيت بقى في اخر ربع ساعه مش قادره امسك نفسي، يعني خلاص كنا للصفر صفر، الموقف مقلق، فنزلت وقفت في النفق وقلت لا انا مش هتفرج على المباراه، بس برضو قلبي بياكلني عايزه اشوف اي حاجه، سامعه الدوشه بره في الاستاد، فكان في سلالم فطلعت عليها شويه وقلت اشوف فاضل كام، فلقيت الفريق المصري ناحيه بيقترب من مرمى الفريق المغربي، فقلت طب اقرب اشوف ده شكلها هجمه. اول ما جت الجون، جه الجون بتاع كهربا، انا ما حسيتش بنفسي، حسيت ان انا يعني لا ما حسيتش بنفسي، انا ما حسيتش انا مين وبعمل ايه، انا قمت نطة السلالم جري واخدتها جري، طبعا هم كلهم في وسط ارض الملعب بيهيصوا وانا واقفه بزغرط ومش واخده بالي بقى مين بيصور مين بيعمل ايه انا فين، ما حسيتش خالص بنفسي، طلعت مني طبيعيه، يعني فرحه انا حسيت وقتها ان انا مشجعه مش ضمن الوفد، يعني ما اعرفش طلعت كده. دي جميله الحمد لله. وبعد كده بقى اللعيبه صمموا ان انا ايوه انا عايزه اسمع كملي لي. اللعيبه صمموا ان انا لما اطلع بعد لما عرفوا لما طلعنا الاتوبيس ان انا ازغرط لهم، ودي كانت اول مره، وكانوا طبعا مستغربين لان هم شايفين ان انا يعني سيريس شويه جاده شويه في شغلي والمؤتمرات وترجمه ولغات ومش عارفه ايه، ففاجئوا بالزغروطه حسوها يعني بنت بلد يعني. هاي. ودي فعلا يعني احنا مهما كنا احنا اولاد بلد طبعا. فبعد تاني مره بعد مباراه قبل النهائي، اول ما طلعت الاتوبيس بعد ما خلصنا المؤتمر الصحفي قالوا لي فين الزغروطه، يلا فاضل لك واحده النهائي، فطبعا الحمد لله. طيب ده جميل جدا. معلش قولي لي ولو بشكل مختصر ازاي بتاخدي المواعيد، ومين اكتر حد كان مطلوب؟ بعض الصحافه الاجنبيه قالت ان الحضري كان هو نجم هذه البطوله مش بس نجم الفريق المصري، لدرجه ان طبعا اتقال يعني ان عيسى حياته قال اللي فات كوم والفراعنه رجعوا مره تانية اجهزوا للي جاي. بالظبط فعلا، يعني انا عايزه اقول لك المصريين يعتبروا يعني لما جم غيروا شكل البطوله وبرضو اكدوا ايه اللي هيحصل في المستقبل، يعني الفريق قد ايه هو واعد، ويعني زي ما بيقولوا ثريتنينج هيهدد تاني باقي الفرق، وده اللي قاله مدرب المغرب رينار، قال الفرق المتنافسه او الفرق الافريقيه لازم تعمل حساب عوده مصر لان مصر عادت وعادت بقوه. بالنسبه بقى للعيبه، طبعا معظم اللعيبه المحترفين بالذات، يعني طبعا عصام الحضري كان نمره واحد لدرجه ان انا ما كنتش بلاقي وقت ان انا اوضب له المواعيد، ومن خصوصا ده كان كله الاعلام العالمي من انجلترا ومن فرنسا ومن المانيا ومن امريكا، فكنت ساعات بجيب اتنين تلاته مع بعض لو صحافه مكتوبه اقول لهم انتوا التلاته تقعدوا مع بعض ونسجل، وانا مثلا اترجم لهم، لما بتبقى كاميرات تلفزيونيه بجيبهم واقول لهم هيقف وكل وانتوا كلكم مع بعض، لان برضو في وقت معين ومش عايزين برضو نرهقوا، لان يا اما هيبقى قبل التدريب او بعد التدريب، مش بنحاول ان احنا نخلي اللعيبه ان هي تتكلم اثناء التدريب، لا بيركزوا تماما في التدريب، وفي الفندق بيركزوا في وجودهم في الفندق، فكنت بحاول اظبط المواعيد. محمد صلاح، النني، احمد المحمدي من اكتر الاسماء طبعا، بما ان هم لعبوا في انجلترا او في اتنين ما زالوا بيلعبوا وصلاح راح روما، وبرضو الايطاليين كانوا بيطالبوا بمحمد صلاح، دول اكثر اللاعبين، وعصام الحضري هو اكثر حد فعلا عمل
كم حوارات مطولة وكان سامحيني عشان الوقت ده عايزة جملة قصيرة جدا على المدرب كوبر. المدرب كوبر مدرب محترف ونجح ان هو يوصل بالفريق المصري، وطبعا ان شاء الله هو طبعا هو كل حزنه على ان هو ما قدرش يسعد الشعب المصري لحد الاخر وياخدوا الكأس، ولكن هو بيعد ان شاء الله انه يساهم في تأهل مصر لكأس العالم. استقبال الرئيس في جملة قصيرة جدا. استقبال الرئيس طبعا اثلج صدور اللعيبه. عايزه اقول لك واحنا في الطياره اول ما سمعوا ان الرئيس هيستقبلهم تحت قبل ما ننزل خدوا نفسهم، شموا نفسهم، كانوا مكبوتين من ساعه بعد انتهاء المباراه وعدم الحصول على الكاس، وهو ده اللي ريحهم شويه وحسسهم فعلا ان القياده. بشكرك يا ايناس وسامحيني جدا، وان شاء الله مره يبقى وقتك اسمح وتبقي ضيفتنا. الحوار معاكي ممتع بجد، وانت نموذج لعام المراه المصريه 2017. بشكر الاستاذه ايناس مظهر المنسقه الاعلاميه للمنتخب الوطني لكره القدم، وبشكركم ويا رب ربنا يديني ويديكم الصحه لحد ما يتجدد اللقاء يوم السبت القادم مع بين السطور. الى اللقاء.